يعني بيلمسني، يعني لان طبعا انك تفوز بلقب قاري وانت فزت اهلك وناسك وبلدك، ده بيبقى احساس كبير جدا. ولكن عايز اقول المشاعر اللي هي ممكن تكون موجودة بالنسبة لكل لاعب مرشح للفوز بلقب افضل لاعب في افريقيا، المشاعر بتبقى مشاعر حقيقة كبيرة وعظيمة جدا، ان بيحس بقيمته، والاهم انه بيحس بقيمته، بيحس بقيمة ان اسم بلده ممكن يتكتب في وسط بلاد كتير لاعبيها بتفوز بلقب احسن لاعب في افريقيا. فالقيمة مزدوجة للاعب نفسه وللبلد. الحقيقة يمكن عايز بس في يعني قبل ما اختم اقول ان اذا كنت فزت بلقب افضل لاعب في افريقيا سنة 83، فالفضل للناس كتير جدا، مش لمحمود بس، لكل مدرب اشتغلت معاه، لكل لاعب لعبت جنبه، لكل اداري اشتغلت معاه، للجمهور العظيم اللي هو الحقيقة اساس كل شيء في دعمك. الجمهور ده بدعمه ممكن يوصل اللاعب لافضل حالة ممكن. ان شاء الله يكون، اذا كان ربنا اراد ان اكون اول لاعب مصري يحصل على هذا اللقب، وبعدين محمد صلاح، ابننا محمد صلاح، ان شاء الله السنوات الجايه تكون تشاهد لاعبين مصريين كتير باذن الله ان شاء الله. شكرا.